السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم أيها المشتركات والمشتركين معي في قناة صحة رأسمالي. اليوم كالعادة نتكلموا في مواضيع مهمة تهمنا، تهم الناس، أمراض المناعية، أمراض فرط نشاط الغدة الدرقية. اليوم إن شاء الله راهم ضروري أنهم يبقوا يتبعوني، والناس اللي ما مرضوش أصلا بالغدة الدرقية هذا الموضوع كذلك ممكن يهمهم. على يهمنا هذا الموضوع باش نعرفوا ما هي الأسباب التي تؤدي إلى نشاط الغدة الدرقية. أحيانا الإنسان يكون ما عندوش هذا المرض، ولكن يكون عنده بعض السلوكيات وبعض الأمور الجانبية اللي تكون عنده، وهذه الأمور من شأنها أنها مع الوقت تخرج له وتولي له نشاط الغدة الدرقية. إذن قبل ما نتكلم على أسباب النشاط نعرف ما هو النشاط. النشاط هو أن الغدة تاعنا تولي تفرز كميات كبيرة من الثيروكسين أكثر من اللازم. يعني الإنسان تعرفوا الغدة الدرقية لما تكون سليمة تنتج حوالي ما يقارب 100 ميكروغرام من الثيروكسين يومياً. هذه الكمية اللي لازمنا يومياً. أما إذا اضطربت الغدة فتولي تشتغل بسرعة وتولي تفرز أكثر وأكثر من هذه الهرمونات. إذا فرزت هذه الهرمونات ماذا يقع؟ يولي عندنا فرط نشاط الغدة الدرقية، وهذا فرط نشاط الغدة الدرقية يؤدي إلى اضطرابات كبيرة. من بينها أهم اضطراباتها هو أنه القلب يولي ينبض بسرعة كبيرة جدا، ارتفاع ضغط الدم بشيء كبير جدا، كذلك يكون عندنا إسهال، يولي عندنا اضطرابات في الجلد، في الشعر، في النظر، في الهضم، في الأمعاء، يولي عندنا مشاكل في أصابع الأرجل، وعندنا بعد ذلك مشاكل في الكبد، وأعراض كثيرة تكون مضادة لأعراض خمول الغدة الدرقية. نشطت الغدة الدرقية بسرعة فأدتنا هذه الأعراض الغير جيدة، يولي الناس يضعفوا في الوزن، وكذلك يولي يعانيوا من تساقط الشعر، وكذلك يولي يعانيوا عن كل عندهم رغبة جنسية كبيرة، رغبة أكل كبيرة، الوزن ما يزيدش، كثيرية النرفزة والتوتر. هذا يعني بخلاصة بعض الأعراض المهمة لفرط نشاط الغدة الدرقية. إذن وش هي الأمور اللي تؤدي وتخلي الغدة الدرقية أنها تنشط؟ ضروري أننا نعرف أسباب نشاط الغدة الدرقية. ما هي الأسباب التي تؤدي إلى فرط نشاط الغدة الدرقية؟ أول شيء وهو التهاب الغدة الدرقية. ممكن واحد يعمل تحليل الدم ويجد الغدة الدرقية تاعو جيدة، ولكن عنده الأجسام المرتفعة أنتي تي بي أو كثير عنده، أو عنده أنتي تي جي، هذا دليل على أن مشاكل في السرطانات كذلك مرتفعة لوجود التهابات. إذا كان تحليل TSH معتدل هناك التهابات، ضروري أنه يوقف هذه الالتهابات. إذا ما وقفناش هذه الالتهابات ممكن تؤدي بنا إلى فرط نشاط الغدة الدرقية أو تؤدي بنا إلى خمول. إذا حوالي حذاري، إذا التهبت الغدة الدرقية ما نستهزئوش بالأمر، ما نقولوش هذا أمر هين ما نعمله ولا شيء. لا، الإنسان ضروري يحتاط ويبحث عن الأسباب اللي أدت إلى تهيج الغدة الدرقية وإيقافها. هذا أول شيء، التهاب الغدة الدرقية. العنصر الموالي اللي ممكن يؤدي لنا إلى نشاط الغدة الدرقية وهو تناول كميات كبيرة من اليود في الأكل. اليود تعرفوه مدعم موجود في الملح، وموجود كذلك في غلال البحر المحار، خاصة في التونة والأسماك وبعض اللحوم والبيض. فاليود موجود بكثرة، وإذا الإنسان كثر منهم أو أخذ حتى مكملات اليود، مثلا كان مضطر أنه يعالج نفسه ويأخذ كمية مكملات وزادت نسبة اليود، إذا زادت نسبة اليود ممكن تؤدي إلى نشاط الغدة الدرقية. كذلك اضطرابات تجد وتكون عند المرأة الحامل خلال فترة الحمل، ممكن الغدة الدرقية تضطرب وفي اضطرابها تولي إلى نشاط. عنصرنا الثالث، وجود أورام حميدة في الغدة النخامية. الغدة النخامية حذاري ثم حذاري، هناك علاقة. إذا كانت الغدة النخامية تاعنا فيها أورام وفيها أمراض وسقيمة، ممكن تؤدي لنا إلى فرط نشاط الغدة الدرقية. ضروري أن ننتبه لهذه النقطة. كذلك داء غريفز. داء غريفز ما هو غريفز؟ وهو عبارة عن اضطرابات في الجهاز المناعي اللي يستهدف خاصة السيدات تحت السن 40 سنة، ومن بين أعراضه تكون متمركزة في العين وأنسجتها.
معناه يشوفوا باللي يلقوا مشاكل في العين، وكاين اللي يبداو عينهم تبدا تخرج يعني من راسهم تولي هيك تحل وتخرج خروج وجحود الاعين، هذا من بين الدليل نشاط الغده بكثره جحود العينين وبروزهما واصابه الجهاز المناعي. الجهاز المناعي ماذا يصاب؟ لانه ضعف. ولماذا ضعف؟ لان كاين اسباب عديده وعديده، اذا شئت ان شاء الله في فيديو اخر نتكلم لكم عن الاسباب للضعف المناعه وكيفاش نقوي المناعه. كاين نحارب الجسم، ندافع الجسم ونحارب داخل الجسم ضد مشاكل الغده الدرقيه وخاصه نشاطها. كذلك من بين الامور اللي ممكن نضعوها بعين الاعتبار وهو وجود عقيدات في الغده. احيانا واحد يقول لي ولا وحده عملت تحليل الدم وجدت التي اش تاعي جيد، وقالوا لي باللي عندك عقد في الجسم وهي حميده، فهذه العقد عباره عن تكتلات زائده خارج الغده الدرقيه، يعني الغده الدرقيه راح تزيد من مساحتها وهذه العقد راح تشتغل وتستقل بنفسها وتبدا تفرز هرمون التيروكسين. اذا تصوروا معايا الغده صغيره وفوقها غدادات وعقيدات، وكل عقيده تشتغل لوحدها زياده عن الغده الدرقيه، اذا يولي يكون هناك فائض من الانتاج تاع ماده التيروكسين وممكن يؤدينا الى نشاط الغده الدرقيه. اذا هذا الامر ليس بالهين، اذا عندنا العقيدات ضروري ان نعالج العقيدات. كيف نعالج العقيدات؟ وضعت لكم فيديو نتكلم فيه علاج عقيدات حميده في الغده الدرقيه. هناك نظام وحميه طبيعيه كامله فيها 7 خطوات نتكلم فيها عن علاج عقيدات الغده الدرقيه. حذاري، اذا كانوا عندنا العقيدات ضروري ان الانسان ينتبه، لان ممكن اذا لم يعالجها تؤدي به الى فرط نشاط الغده الدرقيه. العقيدات ممكن تكون عباره عن تكيسات سائله او صلبه، تجمعات وزياده في مساحه الغده الدرقيه. اذا كانت حميده حذاري ممكن تؤدي الى نشاط، وممكن مع الوقت اللي لم نعمل اي شيء ممكن لا قدر الله تولي سيئه، واذا كانت سيئه او فيها الاورام تعدي بعضها بعض، واذا اصاب فيها السرطانات وكان التيراد نتاعها اكثر من 4 يعني 4 واكثر وحتى 5 فضروري عمليه الاستئصال، يعني لازمنا ننزعوا الغده الدرقيه نهائيا. واذا نزعنا عنا الغده الدرقيه نهائيا فانتهى الامر، يعني ما بقى لا فيها لا مناعه ولا غده ولا الدفاع عن النفس ولا محزنون، تولي يعني الامور بالدواء فقط والاضطرابات والمشاكل وهل مجرى. اذا نكتفي بهذا الحد من الاسباب اللي تؤدي للنشاط. ما تنسوش انكم تبلغوا هذا الفيديو، راه مهم جدا يكون عندكم خير كبير، لان كاين ناس كثير ماهمش مرض بغده الدرقيه، ولكن اذا تغفلوا على هذه الامور ممكن تودي لهم الى نشاط. اذا ما نتكلمش خاصه مع اصحاب النشاط لان عندهم نشاط، ولكن نتكلم عن الناس اللي ممكن عندهم ياكلوا كثير اليود، عندهم اورام في الغده النخاميه، ولا عندهم مشاكل بعد الحمل في العينين والانسجه تاعهم ممكن تولي لهم الى نشاط، او الغده التهبت تي اس اش تاعهم جيد، او كان عندهم عقيدات في الغده والتي اس اشهم جيد. حذاري ثم حذاري، ممكن يؤدي الى نشاط الغده الدرقيه. نشكر كل من يعمل لي تعليق ويشجعني، هناك يعني من العناصر الدائمين نحييهم بهذه المناسبه اليوم في هذا الفيديو، شكرا لكم جزيلا، نشكركم كثير كثير كثير، راكم طلعوا لي من المعنويات وتعاونوني، وان شاء الله نحاول نعاون الجميع، وهكذا نتعاونوا على الخير الواحد مع الواحد اليد في اليد حتى ان شاء الله نكملوا على هذا الطريق وننوروا الجميع، وربي يوفقنا فيه الخير. ورمضانكم مبارك اذا كنتوا تفرجتوا في فتره الصيام. نقول لكم الى الملتقى، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.